اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. الحديد هذا اللي تشوفوه هنا هو باب، الباب هذا باب حديدي، اسهل باب تقدروا تعملوه المبتدئين. الحديد هذه على كامل العرض، هذه الواقفه تجي فوق منها لهنا، احنا بنقعدين بنلحموا قطعه اخرى حديد، هذا بنقفلوها وخلاص. تقدروا تعملوا 45 درجه وتحطوا واحده فوق واحده، يعني لهنا ما فماش فرق. الناس اللي مش تحكي لكم البروفيسيونال لازم 45 درجه وغيره، ماهوش صحيح. فما ابواب المانيه وتركيه وغيره وكذا، كلها من الابواب الغاليه ومصنوعه بالطريقه هذه. فما اللي تلقاها بال 45 هو نفسه، ما عندكم حتى فرق. الهيكل من الاخر للاخر متر و10. سمك الحديد هذا هو انابيب، الانابيب هذه سمكها 2 ملم 6 سنتيمتر على 3 سنتيمتر. اخذنا وعملنا الطول الانابيب بالمقاسات اللي عندكم انتم، تقصوا تحسبوا المهم السمك هذايا نتاع الحديد اللي من تحت ومن فوق باش تطرحوه باش ما يجيكمش عالي. من بعد نجيو للفردة هذه اللي هي بتتحل وتتقفل. كيما تشوفوا من انابيب 40 على 40 عملناها نفس الشيء، لحمناها وعملنا فيها في الوسط لهنا الحديده هذه، وعملنا فيها الحديد هذوكم الاثنين باش ما تلعبش وقت نركبوا عليها ورقه الحديد. الان باش نقوموا بتركيب المفصلات. المفصلات هذم اللي تشوفوا فيهم لهنا، هذه وهذه، هذه تتلحم على الهيكل وهذه تتلحم على الباب. هذه من فوق يعني تنظر بالطريقه هذه، وهذه تركب هكذا باش يركبوا من بعض في بعضهم. كيفاش نقوموا باللحام نتاعهم الان بنوريكم ان شاء الله. كما تشوفوا لهنا هذه هي المفصله، قمنا بتركيب كابل من النحاس سمك 2.5 ملم. من فوق عملناه دائر على القطعة الأولى ومن تحت على القطعة الثانية. علاش؟ باش لما نركبوها على الهيكل تكون أعلى منه ب 2.5 ملم، باش من بعد لما نركبوا الورقة الحديد من فوق وقت نفتحوا الباب الورقة ما تضربش على الجانب نتاع الهيكل من هنا. مفهوم؟ مفهوم. أو تقدروا إذا كان ما تحبوش تعملوا الطريقة هذه توليوا تلحموا قطع حديد، قطعة تجي لهنا وقطعة لهنا وتلحموها عن طريق قطعة الحديد مع الباب. احنا هنا مش نلحموه بالطريقة هذه، نشوفوا مع بعضنا كيفاش. مثلا لهنا نحطها في المكان نتاعها، في المكان هذايا هكذا بالضبط، ونستويها تكون امورها واضحة، ومش نبدا نلحمها هي الان واقفة فوق النحاس يعني اعلى من الحديد هذايا ب 2.5 ملم. هذا هو شكلها من تحت، شفتوه الفراغات، ظهر لي الفراغ واضح. نبداو عملية اللحام نتاعنا. كيما تشوفوا لهنا شفتوها، قمنا باللحام نتاع النصف الاول اللي من تحت مع الهيكل. الان النصف الثاني اللي هو هذا مش نلحموه مع الباب من هنا بالعكس. شفتوه يلحمها الان من الناحية الثانية. كيما تشوفوا خلاص من بعد ما كملنا عملية التلحيم على النقط نشيلوا الكابلوهات نتاعنا. مفهوم؟ يعني شفتوه نقطة على اليمين نقطة على اليسار لهنا، ونفس العملية نقطة على اليمين نقطة على اليسار لهنا في الأولى والثانية للتجربة. من بعد الآن نفتحه ونقفله، إذا كان أمورنا واضحة طوالي نركبه ونلحمه الكل على الآخر. الآن مش نفتحوه ونجربوه إن شاء الله. شفناه كيفاش بيفتح أموره واضحة، بيفتح أموره واضحة، واضح واضح يعني سنك سنك. رجعوه والآن نكملوا اللحام بتاعنا كامل خلاص. خلاص نكملوا اللحام للاخر الان. هذه هي الورقه نتاعنا في الشارع كما تشوفوا، هذا هو الخط اللي رسمناه عليها بالمقاس انه يكون. الان بوريكم فيه العرض الورقه اللي مشتركب على الباب، لازمها تكون من بعد الباب اللي هو هذا، بعده هو داخله على الهيكل ب 5 ملم يعني ثلث السمك المفصله، ومن هنا تكون تغطي بواحد سنتيمتر الحديد الثاني اللي هو لهنا يعني لهنا الهيكل. مفهوم؟ من فوق ومن تحت دائما احنا بنعمله واحد سنتيمتر، بتدخل فوق الهيكل لهنا ومن تحت، من فوق ومن تحت. خلاص شفتوها
يعني بطريقة أخرى نفسر لكم، هذايا يعني طريقة من الطرق، ليست هذه الطريقة صحيحة غيرها خطأ، لا، طريقة من الطرق اللي أسهل للناس المبتدئة اللي تصنع لنفسها مثلا. من بعد ما قصينا الجزء هذايا اللي شفتوه، العمق متاعه من آخر الورقة هو 1.5 سنتيمتر، مفهوم؟ مفهوم. هذا نصف نصف المفصلة، الجزء اللي راكب ملحوم على الباب، يعني على الباب اللي بيفتح ويتقفل. النصف الثاني اللي هو ملحوم من المفصلة على الهيكل يكون نفس الطول، هو هذا يعني نصف لهنا نصف لهنا، لكن العمق متاع الحفر هونية هو نصف الحفر هذا، هذا 1.5، هذا 7.5 مليمتر، وهذا 1.5 سنتيمتر. مفهوم؟ مفهوم. خلينا نركبوه ونجربه ونشوفه علاش نتحصله. كيما تشوفوا لهنا، شفتوها كيفاش بتدخل، يعني الجزء المقصوص اقل دخل على القطعة هذه اللي ملحومة على الهيكل، الجزء المقصوص اكثر يجي يدخل بالضبط مع هذه. لازم الحديد هذا اللي في الباب يدخل او 5 مليمتر على الهيكل، مفهوم؟ ما نخافوش، ما يقلقش هذا. علاش ما يقلقش؟ لانه الوحدات هذه المفصلات اللحام دائما عام الخراطه نتاعها تكون كونوس، يعني تكون لما بتفتح ما تفتحش بالضبط هكذا، تفتح وتبعد شويه، فهمتوني؟ لهنا اخواني شوفوا مع بعضنا، ركبنا الورقه مع الباب من ناحيه المفصلات، لحمناه مع المفصلات، قلبنا الباب من الداخل، نلحموا الحديد مع الورقه، صح صح، لكن الورقه تقدر تبعد شويه عن الحديد، لذا كان نلحموها هي بعيده شويه يصير عندنا امواج في واجهه الباب. شنو لازم نعمله؟ نستعملوا المفتاح هذا هكذا معمول بالايد من الارماتير، شفتوه من اعواد الحديد. كيفاش نعمله؟ مثلا لهنا نخليه الحديده هذه هكذا على الناحيه الداخليه اللي هي الظرفه تسميوها، ولا هذا الباب، ندخل هكذا ومن بعد نضغط، وقتها تولي الورقه تطبع مع الحديده وهو يخطفها باللحام. داك تي بيغ انسيري دينو. اوه لهنا في الوسط كما تشوفوا خلينا خشبة بين الطاولة والورقة باش تضغط وزن الباب على الورقة تلصق مع الحديد، باش يكونش فما فراغات هنا في أماكن اللحام، حتى ما يصيرش عندنا من بعد أمواج في واجهة الباب. دواي كما تشوفوا خلاص قمنا باللحام بتاع الورقة من الداخل مع الأعمدة اللي في الباب كلها، شفتوها؟ أمورها واضحة. خلاص الآن إن شاء الله نقوم بقلب الباب ونشوفوا شنو عندنا. لهنا أخواني كما تشوفوا الباب قلبناه، أموره واضحة، الواجهة متاعه. إن شاء الله عملية طلاء الحديد باش نوريها لكم في فيديو قادم، كيفاش تطليو الحديد بالمسدسات الكهرباء والعادية الهواء بسهولة تامة إن شاء الله، ونشوفوا الباب شنية الواجهة متاعه النهائي في الفيديو القادم. بالنسبة لهنا شنو حبيت نوريكم ونخدموا الفيديو، كما تشوفوا لهنا لحمناه المفصلة هذه مع الحديدة هذه، لهنا ما لحمناش وقعد الفرق الاثنين مليمتر هذا اللي يدور عن طريقه الباب كامل، الهيكل الداخلي والحديد مع بعض باش ما يمسوش مع هذه المفصلة، مفهوم؟ مفهوم. حاجة أخرى نوريها لكم، وقت اللي نلحموا الباب لازمنا وقت نقوموا بعملية اللحام مع الحديد اللي من الداخل كما شفتوا الآن، لازم شفتوه اللحام لهنا بيطلع شوية، ما يثقب الحديد لكن يطلع شوية، يعني الحديدة ملحومة هذه الورقة مع الهيكل اللي من الداخل 100%، مفهوم؟ الثقب لا، ما نثقبهوش، فقط لازم يطلع هكذا، من بعد هذا بنحكوه ونجهزوه للطلاء إن شاء الله. يعني بالطريقة هذه شفتوه كيفاش النقط اللحام لازم يكون هكذا، مفهوم؟ مفهوم. هذه هي أسرار كثيرة، الأشياء هذه كثير من المحترفين ما يقولوهاش للمبتدئين. نتصور أنكم الآن عرفتوا الطرق هذه، أكثر الأشياء اللي لازم تعرفوها باش تنجموا تصنعوا باب. أنا أعطيتها لكم الكل مع بعضها إن شاء الله. بارك الله فيكم، إن شاء الله الأفكار هذه تعاونكم، وخدموا لأرواحكم ربي يعينكم، دمتم في حفظ الله وإلى اللقاء.